اليوم انا مور كاس. انا شوفوا درت هذه الفيتامين درتها مع صنفجه تاع العصر يشربوا بها الدراري. اما دوكا كي جيت نحط شوفوا عندي انا كاسيت تاع لاتاي، شكون يحب لاتاي يقول لي في الكومنت. قلت والله اليوم بغيتها لهم شركه مع حبيباتي، شوفوا كيف جات نوريها لكم. اخذوا منها الدراري بصح ما عادش نوريها لكم. شوفوا جات ما شاء الله غير ثلاث حبات بيض. كاش نهار نعاودها لكم تشوفوها. هاي هذا المعجون شي 40 غرام عندي، قلت لكم ندير المول العصر وشوفوا صايبين في الدار وتشارك معاكم. شوف شحال هذه حاجه بسيطه بصح ما عليش نشارك مع خواتيتي واش راح نديرها. ندير لكم العشاء. شوفوا عندي شويه هذا الدجاج قالي هذا على بالكم كانوا في الكونجيلاتور، بالكم الدجاج شتي حتى الدجاج اخر نسيت ما كاينش كلش ربي يكون بالكفا وخلاص. شوف قالي هذا الدجاج وشويه هذا بسطرت الدجاج قلت ندير الحرير. شوفوا انا واش ندير لها كامل ما نعرفش واش نديرهم واش نديرهم. قلت نديرهم شويه حريره وعندي ندير لهم تاع لا بيوري وعندي شويه اسكارا نديرو انا دوكا. الحريره واش راح ندير لها؟ الحريره واش راح ندير لها؟ درت لها شوف حتى ميلو معايا. شوف ميلو واش نهي ثاني تاع صايب هاي. هما نوري فتاتي واش راح نديرو ان شاء الله. شيء قصبر ما عندنا خلطه انا بصله هكا مقسمه درت حبه زبديه حبه بسباس بسباس حلو مليح الحريره نحي كامل حبه بطاطا وثوم ومنها عندي البطاطا هذه حنديرها كنت حنديرها شريط حمق. قالوا لي البنات قالوا لي لا ندير هنا شريط هذه هنا عندنا ندير هذه البطاطا تقليدي ندير الحاشيه ملحومه وهنا شويه راس الحانوت وشويه تاع الكركم. الكركم على بالكم راه مفيد للصحه. نخلط كمان هذا الزيت سكالوب بيا طيبنا البنه هكذا أستيش. تدبيره باش تجيكم الحريره ثقيله ومليحه. نزيد نوريكم
عايد الناس شفتي التدبير في الحياة كما قلنا ندير لك القماص بحال هكا نزيدو نشلل شوية شفت نشلل شوية روز مع حبس الحمر شوية شوية من الروز شوية من حبس الحمر ونزيدو الحريرة تاعي هاكا هذا يبقى سيدي يبقى لي الحريرة تاعي وراهم كامل خريطة كالخضرة كي الجاز كي الروز كي كلش نديرها فوق النار ونخليها تسخن سليم ونشوفها تسخنو كل مرة تسخن كبيرة فيها الحانوت هذاك الفركة هي طيبت يبقى لي غير شوية قلت لها باش هي الحياة صايمين نديرهم وهذاك البطاطا نقليها شوية هكذا كما كما تشوفو نقليها كلش ونزيد الحب نزيد الحب نزيد لها الماء نقليها هكذا شوية نزيد الحب نزيد الحب كلش كلش يطيب بعد نحي الخضره تاعي نحي النحي الدجاج تاعي الخضره نحيها وتشوف زيد لها شويه خضره كيفاش تبقى معايا وشوفوا ميرو واش راكم تبين بصراحه جاي كل شيء ميرو واش راكم في اللي درت ما تحبيت تبارك شوف الله يبارك الدجاج الدجاج هاي يحوس الوصفة يقول لي كومنتير وانا نكتب انا ضربة عندي اللي تيخو تيتي اسم الشاطر وراكم هاي وعلى بالكم تحال حياة تحفة لفت لك الفيس وكما هذا راس الحانوت صحراوي تاع الصحراء هذا يا بنات ماهوش راس الحانوت رخيص ريحتو هايلة ومليح جاي مخلط مليح غنديرو هنا الحرير نطيب به راكم هاي شوف كيف ندير الماء تغطيها نيبو تحت تغطي هذيك الخضره والدجاج تاعي هكذا ومن جهه هاي البطاطا تاعي ها هاي تغلي نخليها تغلي ليسكالوب كيما تاعها وكنخلي هذيك الحريره تاعي هي تغلي ونوريكم كيف نحيي هذيك الخضره من بعد كيف نرحيوها وكيف نزيدها شويه طريقه وقلت لكم شويه هذاك الدسول هذاك الموز كامل هو اللي وقسمت هذاك البول شوف الحلو تاع شحال الله يبارك جهيتكم نتمنى ان شاء الله تبقاو عليه واللي صايم صايم في الجنة هاكو معانا هاي خواتي تشوفو باقي عليا وشوفو واش بقى لنا بقى لنا غير داك شوية وها هو ميرو وهاي نونة شوفو النهار اليوم كان هو مليح تا نونة تحب كل وقت تاخد حق الحلة تاع الكوزينة تجي تقعد معايا نونة شيء ستة كين هذا كل عصا كين الريح شو ما نزلت خرج لبلكم هذه دارت على الكلام
بعدا ندير لكم ان شاء الله نعاود نقيه كامل غير الاسبوع كيف تبقى الدنيا كامل مواسي مرونه باش نهار قبل هذو اليامات ان شاء الله تعالى نقوم نعاود البصله ونوريكم كيف هنا نقي وش ندير له حتى هذا الموجر اكثر نفرغ كلش نقيه كامل قلت حتى نخليه معاكم ونوريكم كيف نقيه وش المدخل نستعملو ليه وكامل واش ندير نحي هذاك الدجاج نحط عليه جهه والخضره نحيها وهاي البطاطا باش نقول لكم هذيك الحريره تشهي جربوا هذه الوصفه تاعي ان شاء الله تعجبكم هاي البنات شوف نحيت هذاك كما قلت لكم درت انا غير شويه تاع الدجاج غير شويه صدر من الدجاج وشويه هذاك تاع من الدجاجه غير شويه برك ديك درت غير زوج حكم غير هكا فارين درت شويه ماء والخضره تاعي هذيك ها مع هذاك شتو هذاك الروز وهذاك الدجاج هذيك الخضره هي حتى تشي دونك هذه نحيها ها هي نمليها كامل هذاك الدجاج الداخل ونواسيها بالطريقه نرحي الخضره وهاي البطاطا تاعي برك نواسيها غير بهذه نقصها كامل هكذا نزيد شويه حليب وملح وشويه زبده غير شويه بسيطه وما هكذا هي تجيني شرطه فوق الراس ان شاء الله رمضان يدخل ان شاء الله بالصحه والعافيه على جميع الامه المسلمه
هذوك الميعاتنا او هذوك الوزانة على بالك. واي حاجه طيح لكم شوفوا في الحافل لازم توصليها كلش باه تبقى لك كلش باقي. واش كتخلي الدنيا هكاك نصير كلش يزيد ليا الطريقه اللي حبي يديروا هي هو بفيه يوجد لهم ما با 20 دقيقه ولا مينيت هو وش وان شاء الله الروتين تاع اليوم انا بديت نظم غير من العصر كنت طيب قلت والله الا بارطاجيت مع خواتاتي هذا الروتين خفيف ظريف على قلوبكم وان شاء الله ان شاء الله وصحه للجميع ومرحبا بكم ديما في قناتي وان شاء الله تعجبكم القناه والمحتوى اللي فيها واللي يعجب المحتوى تاع القناه يفعل الجرس الأحمر يضغط به يوصل كل جديد وما تنسوا لاش لايكات غير بها.